رباب. طيب يا فندم، هو انا مشكلتي مع ابو ولادي طليقي ان هو اصلا مش حابب الولاد، رافضهم، رافض وجودهم في الحياه. اول ما اتجوزنا كان في مشاكل بيننا كتير جدا بسبب ان هو مش عايز ولاد، واول ما خلفنا بدات المشاكل. عندك ولاد قد ايه؟ عندي 3 ولاد يا فندم. ابني الكبير 7 سنين وعندي توأم 6 سنين. حاول بكل الطرق من اول الحمل لاخر ان هو يجهدني في الولاد لانه رافض وجوده. دلوقتي قانون الاستضافه بيديله الحق ان هو يشوف ولاده وقت ما هو عاوز. هو اصلا بقى له 4 سنين ده قانون الرؤيه، احنا لسه ما عندناش الاستضافه ده. تمام. طيب هو عايز يشوفهم ازاي وهو متخلي عنهم اصلا باي حق؟ ما يعرفش اصلا اي حاجه عن ولادي. المشكله كمان ان هو دلوقتي القانون ده ظالم جدا لي انا وولادي. ازاي هو هيشوفهم وانا القانون الجديد ده؟ اه فندم طبعا، هو سياده النائب محمد فؤاد بيطالب بيه ان هو يتفعل للزوج. الزوج ازاي انا هامن على اولادي مع واحد بيشرب مخدرات ان هو يشوف مظاهر يعوري تاني؟ طبعا قانون ظالم ليا جدا انا اولادي وانا مش موافقه عليه. فكره تمام. ان هو ياخدهم اسبوع في نص السنه وبعدين بعد كده شهر في السنه، وهتعملي ايه في القصه دي؟ لا طبعا مرفوضه يا فندم. مفيش امان. ازاي هامن عليه اصلا مع على اولادي معاه؟ طيب.